السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد واقتراح جديد اللي هو الحساء ديال الخضار اللي تيكون لاباز ديالو الخضار فقط، ما تندخلوش فيه لا اسماك ولا لحوم، وتندخلو فيه واحد المكون اللي هو الفرماج وزيت العود فقط، فتيجي واحد الاقتراح زوين ساهل في التحضير وكذلك صحي. كما قلت لكم تعتمد على الخضار فقط. تنعرفوا المائده الرمضانيه تتكون مليئه بالبروتينات والدهنيات وكذلك المقليات، فنحاولوا ندخلوا بحال هكا الحساء ديال الخضار كبديل ديال الحريره. وبالنسبه للمقادير فاحنا تنحتاجوا الخضره العاديه اللي تتكون مخلطه بطبيعه الحال، فهاد الحساء ديال الخضار تيبغي الخضره تكون مخلطه، ضروري تكون مخلطه باش تعطينا واحد الفائده اللي هي كبيره. فتنحتاجوا لهنايا للربيع عندي خليط بالقزبر ومعدنوس، وكذلك عندي واحد شويه ديال الكرافس، وعندي البصله، عندي مطيشه نخدم بها بالقشره ديالها، كذلك عندي الجزر، وعندي هنايا المكور، عندي الشيفرون والفيتا، البطاطا، القرعه الخضراء والقرعه الحمراء. وبالنسبه لهاد المكون الفرماج فحنايا تنخدموا به حتى الاخر حتى تطيب، فليكم الاختيار بتخدموا باي فرماج بغيتوه، ليكم الاختيار بغيتو ديروها هكاك بلا فرماج بلا حتى حاجه، فهذا فقط تضفي لها واحد الدواء لو قليله ماشي مشكل. حتى لا كانت بوحده وخدمناها بزيت العود فراه تجي زوينه. راه فايت لي شاركت معكم حساء الخضار فقط بالخضار وزيت الزيتون، ما دخلتش فيه لا فرماج لا لحوم لا اسماك لا حتى حاجه. ونبداو على بركه الله، ونبداو على بركة الله نقطعو الخضر قطع صغيرة. فبالنسبة لهاد الجزر اللي بان لينا فيه القلب خضر تنحاولو نزولو البلاصة الخضرة، ولا كان عنده القلب أحمر تنخدمو بها هكاك، فراه القلب تاعو عنده فائدة ما نحيدوش إلا إلا كان كما قلت لكم فيه هاد اللون، تيكون تعطي واحد المذاق مار للحساء للسوبا ديالنا. كذلك المكونات كاملين نقطعوهم رقيق ونرجعو معكم. وبالنسبة لعبار ديال الماء فاحنا تنغطيو الخضرة بالماء، هذا هو العبار اللي خصكم تعتمدوه. تبان لكم الخضرة تغطات بالماء بالنسبة للمبتدئات، فهذاك هو العبار اللي تيجي تقريبا هو هذاك في الختورية ديال الصوبة، فاش طحنوها ما تجيش معكم جارية ولا تجي ثقيلة، فراه تطيب هي مازال باقا تطلق الماء ديالها في الطياب، زائد داك الماء اللي قلت لكم يكون مغطي الخضره فقط، ما يكونش فايض عليها بزاف، ما تكونش الخضره مغموره في الماء بزاف. هادشي اللي كاين، هادشي بالنسبه للمبتدئات كما قلت لكم اللي ما تعرفوش العبار ديال الماء ديال الصوبة. وبالنسبه للتوابل فاحنا ما تنضيفوش فيها توابل، تنضيفوا الملحه فقط، الملحه والماء تيبقاو على حسب العبار ديال الخضره اللي درتو، ونديروها في واحد العافيه اللي تكون مجهده تتصفر معنا الكوكو، تنقصوا على الطيب على خاطرها. وبالنسبه للزيت فاحنا تنضيفوا شويه ديال زيت المائده في الاول، غنضيفوا من بعد، وبعد ما تطيب في المرحله الاخرى تنضيفوا الفرماج وزيت الزيتون. ورجعنا لكم بعد ما خلينا للصوبه ديالنا تبردات، طحناها هي تتشوفوها ولات على هذا الشكل، هذا القوام ديالها هو هذاك. خدمت بهذاك المقدار ديال الماء اللي وريتكم تماما، وفي هذه المرحله هذه تنضيف الفرماج. فانا عندي واحد الكميه الفرماج، نتوما ضيفوا اي فرماج بغيتوه، تقدروا تخليوها بلا فرماج غير بزيت العود فقط تكتفيوا بها كما سبق ليا وخدمتها معكم غير بزيت العود بوحده. ونضيف واحد الكميه ديال البزار، تقدروا تضيفوا اي تاكت لكم البزار تعطيها مذاق زوين، ولا بغيتوا كاع ضيفوا الكمون كبديل فقط، بغيتي تدخلوا اعشاب اخرى تتحبوا تشربوها نتوما كم في هذه الصوبه، لكم الاختيار. انا تنكتفي بهذا الشيء، ونضيف زيت الزيتون حتى هي في هذه المرحله، تقريبا نضيفوا واحد 4 معالق كبار، فانا ما تنطيبهاش معاه باش يبقى لي داك اللوغو ديالها باين، ونخليوها تسخن يذوب معنا داك الفرماج ونقدموها معكم ان شاء الله. عليكم التقديم النهائي ديال الصوبه ديالنا، فتجي على هذا الشكل، هذا
تجي كما شفتوا داك القدر ديال الماء اللي خدمت معاكم به. كما قلت لكم تتغطيو الخضر فقط، ما تزيدوش شي ماء اضافي، فراه تيجي واحد العبار هو هذاك. تجي الصوبه في القوام اللي بغيناها، جيبيه زينها من طبيعه الحال بقطع ديال الفرماج. وهذا الشيء اللي كاين، تيكون هذا هو الاقتراح ديال اليوم. تنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. بحال هكا دخلوا في رمضان الصوبه، ما تركزوش على الحريره فقط، فراه تيجي واحد تجي مختلفه. ما نركزوش على الحريره فقط والعصائر، الخضر ضروري نستهلكوهم وخصوصا في رمضان. مرفوقه من طبيعه الحال، مرفوقه بالتميرات ومرفوقه بالشباكيه. وهذا الشيء اللي كاين. تنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش من لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.